النهارده ولا كانت صعبه؟ ايه امتحان من ديميك لطلبه العلم رياضه؟ اقسم بالله ما فيش حاجه لفتنا. 18 سؤال، السؤال عايز ربع ساعه. 18 سؤال، ساعتين بس هنحل ازاي ده كله؟ احنا انا في اسئله كثير سايبه عن، حتى مش بيديني فرصه ان انا افكر. يعني لو حافظ السؤال هحله، مش حافظ خلاص هسيبه، هضطر اشوف غيره. يعني لو عايزه فكره هم اكيد جايبين فيها فكر، عايز نص ساعه او ربع ساعه السؤال، والسؤال طويل وفي فكره، هجيب ساعتين ازاي انا ده كله؟ حرام والله. انا سبت 3-4 اسئله، يعني كده 2% ولا 3% خلاص كده. امتحان كان سهل؟ طب هل حقيقي الوقت بكين ما يكفكمش؟ لا يعني كفه وزاد كمان. امتحان كان سهل ولا صعب النهارده؟ متوسط. امتحان كان سهل ولا صعب؟ وحش. كان متوسط بس كان محتاج وقت اكتر يعني. كان محتاج وقت يعني. يعني انتوا تطالبوا ان في امتحانات الجايه ان شاء الله يكون في وقت زياده. اليوم 3 ساعات. يعني 3 ساعات افضل من ساعتين. 3 ساعات. زي المواد 3 ساعات. 3 ساعات. دلوقتي كان كافي ساعتين ل 18 سؤال ولا لا؟ هو كان الوقت كان ساعتين، بس في مساله كانت غلط الثلث ده، فاخذنا قعدنا نفكر فيها فاخذت مننا الوقت. ازاي كان السؤال غلط يعني؟ كان سؤال اخطر، الاجابه الصح مش موجوده في